السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية. حلقتنا منوعة وملونة أخوتي وأخواتي، ومن ألوانها أضفنا لها فقرة جديدة وهي جولة مصورة. قسم الاستفتاءات الشرعية في العتبة الكاظمية المقدسة يعمل على إرشاد الزائرين من الوافدين للإمامين الكاظمين عليهما السلام، ويعرفهم بأمورهم الحياتية من العبادات والمعاملات. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. خدمات جلية يقدمها رجال الحوزة العلمية داخل الصحن الكاظمي الشريف، حيث يمارس المبلغون دورهم التوجيهي والتوعوي من خلال الإجابة على الأمور الابتلائية التي تواجه المؤمنين في حياتهم، إضافة إلى الأمور التي تخص الصيام في شهر رمضان المبارك. نحن هنا في الاستفتاءات نقوم بخدمة المؤمنين الذين يقدمون إلى زيارة الجوادين عليهم السلام، نقوم بخدمتهم على شتى الأصعدة، من الجانب الفقهي حيث عندهم أسئلة إما متعلقة بالصلاة، إما متعلقة بالصيام، إما متعلقة في عبادات ما، في معاملات ما، نقوم بالإجابة على الأسئلة الفقهية التي تتوفر أو تنشئ لدى المؤمنين الزائرين الكرام، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الفقهية في الجانب العبادي والمعاملي. بالإضافة إلى ذلك نقوم بخدمتهم في مساعدتهم على حل مشاكلهم الشخصية. زائرو الإمامين الجوادين عليهما السلام قدموا شكرهم إلى العتبة الكاظمية المقدسة لما توفره من خدمة دينية، فضلاً عن توفير الأجواء الإيمانية المباركة، مثمنين الجهود التي يبذلها رجال الدين. من جملة الخدمات اللي تقدمها هذه العتبة المباركة هي هؤلاء الشيوخ الذين يجلسون للاستفتاءات، وهذه يعني شغلة ما كانت قبل، هسه شغلة جديدة
يستفيد منها أكثر الزائرين، اللي عنده مسألة، اللي عنده استفسار، اللي عنده مثلا يعني مسألة شرعية يجيبها عليها. قبل كان يحير الإنسان يعني وين يروح يعني، هسه الآن ما شاء الله شيوخ وعندهم خبرة ويجاوبون يعني مسائل حسب الفتاوي اللي موجودة بالرسائل العملية. وجود رجال الاستفتاءات الشرعية داخل الصحن الكاظمي الشريف له أهمية بالغة لما يحتاجه الزائر من استفسار حول الأمور التي تصادفه في حياته. لبرنامج هنا الكاظمية علاء الأنباري. وحدة إذاعة الجوادين التابعة لشعبة الإعلام تعد خططا برامجية هادفة وتوعوية لكل الفئات، وفي شهر رمضان أعدت خططا منوعة، نتابع تفاصيلا أكثر في سياق هذا التقرير مع الزميلة مريم النجار. لطالما استمع الكثير من المحبين لأثيرها لما تبثه من تغذية روحية تطمئن النفوس. تستمر ملاكات إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة بالاستعداد إلى تغطية كل الأحداث التي تخص العالم الإسلامي والإنساني. إذاعة الجوادين حقيقة استعدت إلى شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي فيه تغذية روحية ومعنوية، لذلك كانت من برامجها التي ستذاع وتوجه إلى المستمعين الكرام ما يذكرهم بأيام الله ومناسبات الشهر الكريم كاستشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر والمناسبات الأخرى. الحديث عن إذاعة الجوادين يشتمل على معنيين، الأول هو الانتماء الحقيقي لهذا المكان، للعتبة الكاظمية المباركة، ولعل هذا هو سمة التميز، والثاني هو المنافسة مع عدد من الإذاعات وأهمية إيجاد مكانة جيدة على خريطة العمل الإذاعي. هذه المعاني فرضت على الخادم في العتبة الكاظمية المقدسة وبالتحديد في إذاعة الجوادين أهمية إيجاد أكبر قدر ممكن من الاهتمام والعمل، على اعتبار أن كل ما يصدر من إذاعة الجوادين لا يحتمل الخطأ، وكل ما يصدر من إذاعة الجوادين هو وثيقة. أكثر من 10 أعوام على انطلاق بث إذاعة الجوادين، حيث أصبحت نقطة مركزية في أذهان المجتمع ومصدرا رصينا تبذل ملاكاتها جهودا تهدف إلى الارتقاء بالجمهور من خلال إعداد الخطط البرامجية المتنوعة التي تتحدث عن مبادئ القرآن الكريم وعلوم أهل بيت النبوة عليهم السلام. في شهر رمضان المبارك قد أعددنا خطة شهرية تشمل جميع مواضيع شهر رمضان المبارك، من برامج مباشرة تكون على تماس مع المواطن، يعني برامج ميدانية، وكذلك البرامج السردية التي تشمل جميع مواضيع شهر رمضان المبارك، كبرامج صحية، كبرامج توعوية، يعني كبرامج أخلاقية، إضافة إلى البرامج الخاصة التي تشمل أحزان أهل البيت عليهم السلام وأفراحهم. وتبقى هذه الخطة الإذاعية لشهر رمضان الخير هي أحد الخطط المستمرة للخدم العاملين في إذاعة الجوادين من أجل إيصال الرسالة المحمدية الأصيلة لأذهان المستمعين. لبرنامج هنا الكاظمية، مريم النجار. من أرض أمير المؤمنين عليه السلام أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وبالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة محفلاً إيمانياً مباركاً بمناسبة ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام. تفاصيل أكثر مع الزميل علاء الأنباري. في جو علوي رمضاني بهيج استمع أهل القرآن من العتبتين الكاظمية والعلوية المقدستين ليحيون أمر كتاب الله الكريم. أقام مركز القرآن الكريم في العتبة الكاظمية المقدسة محفلا قرآنيا بالتعاون مع مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، وكان المحفل موفقا
وجاء احتفاء بذكرى ولادة كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن السبط، وكانت مشاركات متنوعة بين تلاوة القرآن الكريم وحفظه وكذلك الإنشاد الديني. ونشكر العتبة الكاظمية المقدسة على هذه المبادرة الطيبة. المحفل القرآني المبارك توج بتوزيع جوائز وشهادات تقديرية على منشدي فرقة إنشاد الجوادين عليهما السلام والطالب حسن ميثم الحافظ لعشرة أجزاء من كتاب الله الكريم. قامت العتبة الكاظمية المقدسة بالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة بإقامة محفل قرآني بمشاركة 2 من القارئين إضافة إلى حافظ للقرآن الكريم وفرقة الإنشاد. وكانت هذه المبادرة التي قد بادرنا بها والتي حيا بها الأخوة العاملين في مركز دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، كانت ولله الحمد في ليلة ولادة الإمام الحسن المجتبى، فاستطعنا بهذا الأمر إحياء مذهب فكر أهل البيت سلام الله عليهم بتسليط الأضواء على حياة الإمام الحسن سلام الله عليه وكذلك تلاوة وحفظ القرآن الكريم. وتعد المجالس القرآنية من أهم الفعاليات التي يركز عليها خدمة أهل بيت النبوة عليهم السلام، كونها تقدم إثراء لفكر المؤمنين للثقافة الدينية العامة والثقافة القرآنية على وجه الخصوص. لبرنامج هنا الكاظمية على الأنباري. ونبقى بنفس الأجواء الإيمانية لولادة كريم آل البيت الإمام الحسن عليه السلام، إذ أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة محفلاً إيمانياً في رحاب الصحن الكاظمي الشريف تضمن عدة فعاليات. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. في غمرة الفرح والسرور أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حفلاً بهيجاً بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ليلة ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام في أيام الشهر رمضان المبارك، إذ تقيم العتبة الكاظمية المقدسة احتفالاً يضاف مع المحفل القرآني في هذه الليلة التي دأبت الأمانة العامة على إقامته في كل ليلة، أضاف المحفل القرآني في هذه المناسبة المباركة وبمشاركة الرواديد وفرقة إنشاد الجوادين وبعض الشعراء وبعض المنشدين وإضفاء جو الفرحة على الزائرين في هذا المكان المبارك. قمنا ونقوم كذلك بالمحفل القرآني باستقطاب مجموعة من رجال الدين الذين يؤدون احتراما لهذه الطقوس الموجودة في الشهر الشريف، مجالس لإحياء ذكرى أهل البيت وقسم من القراء الدوليين فضلا عن القراء المحليين، إضافة إلى أنه هنالك إعداد إن شاء الله تعالى لإحياء ليالي القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. فقرات ونشاطات متنوعة تخللت الحفل البهيج، استهلت بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ من جمهورية مصر العربية الشيخ أحمد عبد الحي، تلتها مشاركات دينية وإنشادية. إمام الأمم هدى الأعمال بوجهك نور ما أحلى وثغرك يقرأ بسم الله. طبعا من عادات العتبة الكاظمية المقدسة أن تقيم المحافل في الصحن المبارك في الأتراح والأفراح، وكانت لنا مشاركة فرقة إنشاد العتبة الكاظمية المقدسة في هذا المحفل المبارك، فنوصل رسالة للمجتمع أن هذا الرجل ابن علي بن أبي طالب بن فاطمة الزهراء بن رسول الله هو ثاني الأئمة المعصومين عند الشيعة الإمامية، وأيضا شخصيته ومناقبه وعطاياه وكثير من الرسائل التي نوصلها في القصيدة التي نقرأها. وتعد هذه الاحتفالية واحدة من النشاطات الإيمانية التي عدتها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في رحاب الصحن الكاظمي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
كنا وإياكم في حلقة من برنامج هنا الكاظمية، لنا لقاء يتجدد ببركة آل محمد وببركة الإمامين الكاظمين عليهما السلام.